السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كل جريد فايف؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم كده جريد فايف جونيور فايف تكونوا بخير وسلام. احنا النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعضنا مادة الساينس، هناخد مع بعضنا اكسرسايز من كتاب المعاصر لليسون 4. يلا بينا نبدأ. ليتس جو. نمبر 1 بيقول choose the correct answer. The plants not anchor. قلنا الكلمة دي لازم تكون حافظها، وكمان حافظ كلمة تساويها اللي هي fix. Anchor أو fix معناها تثبت in the soil. مين في الستركشرز بتاع البلانت اللي بيعمل anchor or fix للبلانت in the soil؟ أكيد كلكم grade 5 بتقولوا الروتس. Number 2. There are in the plant's roots that help the plants to get more water and nutrient. حاجة موجودة في الروتس بتساعد النبات إنه يحصل على more water، مية كتير، وكمان nutrient. كلكم أنا سمعاكم وأنتوا بتقولوا root hair، root hair أو إيه أو hair like. Number 3. Not plant has climb stem. مين من البلانتس اللي تعتبر climb بتتسلق؟ البوتيتو؟ لأ لأ. التوماتو؟ طبعا لأ. فاين ولا بين؟ أكيد فاين اللي هو العنب أو الجرابس. Number 4. The kind of stem that extend underground are called. نوع من أنواع الستمز extended ممتد underground تحت الأرض. ياريت تشوف الفيديو أنا منزل لكم كذا مقطع عن التوبرز. التوبرز اللي هي مين؟ البوتيتو. البوتيتو دي حاجة أو السويت بوتيتو، البطاطا، بيتزرعوا underground يعني تحت الأرض. Number 5. أهيه جات. Potato plant has not stem. البوتيتو لها ايه؟ upright؟ لا ده الفلاورز. climb؟ لا ده الجريبس. توبرز ولا رانر؟ اكيد التوبرز. نمبر 6. apples trees، شجرة الابلز have wood stem، climb stem، توبرز رانر. هي مش بتنمو الابل تري في التوبر تحت الارض، ولا رانر متسلقة زي الستروبري، ولا climb زي الفيانس، اما هي ايه؟ wood stem. برافو عليكم. يلا نشوف كمان معانا نمبر 7 بتقول no tree has narrow leaves. narrow leaves يعني الورقة بتاعتها صغيرة. من هي؟ الباين او شجرة الكريسماس. نمبر 8. the green plants can make their own food through، بتعمل الميك، بتعمل الفود بتاعها من خلال الليفز عن طريق الفوتوسينثيسيس بروسيس. نمبر 9. The green color، اللون الأخضر للبلانتس ليفز، is due to، بسبب بريزنس. بريزنس يعني وجود مين؟ بسبب وجود الكلوروفورم. Number 10. Food materials are transported from the leaves to other parts of the plant through، من خلال مين؟ زيلم ولا فلم ولا كلوروفيل ولا استوماتا؟ لا طبعا. تعالوا نشوف. احنا قلنا انا عندي two way. two way يعني طريقين. طريق من الستم، ده الستم، تعالوا نتذكرهم كده مع بعضنا رسم كده ايه توضيحي مش اكتر، وده الروتس. عندي هنا الروتس بتعمل ابزورب للووتر ويطلع جوه الزيلم، يروح لفين؟ للليفز. الليفز بقى بتعمل ايه؟ بتعمل يميس الفوتوسينثيسيس بروسيس، فبتطلع عندنا نيوتريانت ووتر، فبتحب ترجعها للستم والروتس عشان يكبروا، فبتبعتها عن طريق مين؟ الفلم. يبقى الماتيريال ار ترانسبورتد من الليفز لاذر بارتس من خلال مين؟ الفلم. نمبر 11. animals and human need not to breathe. الانيمال وكمان الهيومن وكمان البلانتس need mean to breathe، mean عشان يتنفسوا؟ أكيد الأكسجين غاز. Number 12. green plant produce all the following substances during photosynthesis process except. الكلمة المهمة اللي بتغير إجابة. Number 6 بتقول chlorophyll in plants roots absorb sunlight. طبعا الكلوروفيل بيعمل او help the plant to absorb sunlight، بس هل الكلوروفيل موجود في الروتس؟ طبعا لا، ده موجود في الليف. موجود فين؟ ليف اللي هي الاوراق. طبعا trees
are flat and white. طبعا it's wrong. البين تري هي الورق بتاعها نارو. Number 8, فلام transports food material downward. Downward يعني الأسفل. الفلم بياخد أو بينقل الفود الأكل لأسفل from the leaf to other parts of the plant. طبعاً it's right وإحنا لسه شرحينها. يلا نشوف number 9. Photosynthesis process produce carbon dioxide gas. خدوا بالك produce بتنتج. لا طبعاً أمال هي بتنتج لي إيه؟ بتنتج لي oxygen. Number 10. Plants need sunlight, oxygen, gas, and water to make its own food. يعني علشان تعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس عايزة sun وoxygen وكمان water. هي طبعا يا مس عايزة sun وعايزة water، بس اللي حط السؤال عايز يضحك عليا وحطت لي معاه الاكسجين وهو عارف ان الاكسجين ده produce. طب يبقى it's wrong. Number 11, vines اللي هم الجرابس أو العنب have a kind of stem called climb stem. طبعا الفاينز متسلقة أو climb. Number 12, during photosynthesis process the plants make sugar. بيعمل sugar وstarches نشويات وبروتينز and fats that help it to survive. طبعا it's right. Number 13, chlorophyll help the plant leaves to absorb sunlight to make photosynthesis process. طبعا it's right. Number 2 بتقول the plant can absorb more water and nutrient from the soil by the help of. البلانت بيقدر يمتص المية وكمان النيوتريانت من السويل عن طريق مين؟ برافو عليكو. عن طريق مين يا جريد عن طريق مين يا جريد 5؟ برافو. الروت هير. الروت ايه؟ الروت هير بيزود كمية المية والنيوتريانت. Number 3, tree trunk are the tree trunk are wood. Number 4, potato plant stem called البوتيتو. احنا خلاص اخدناها ان هي ايه؟ توبرز. لازم تكون عارفهم. Number 5, the stem that extend above and along. قلنا عندي نوعين above عشان ما تتلخبطش فيه، يعني فوق السويل. ادي السويل وهو فوقيها البلانت ده اسمه ايه؟ اسمه رانر. اما underground هي التوبرز. Number 6, most flowers have upright. اغلب الفلاورز واقفه upright. Number 7, animals and people can't live without اكيد oxygen. احنا ما نقدرش نعيش من غير اكسجين. كلمه without is grade 5 معناها بدون. Number 8, the leaves of pine tree are narrow. ضيقه. Number 9, colorful and plants roots. لا طبعا colorful مش موجود في الروتس، امال موجود فين؟ في الليف. Number 10, xylem tubes inside the leaf transport food material downward. اللي بينقل لاسفل هو مين؟ الفلم. اما الزايلم بتنقل لفوق. Number 5, complete the presence قلنا وجود of نقط in plant's root help it to absorb more. وجود ايه؟ الروتس عنده ايه؟ عنده hair root او قلنا كلمة hair like اي واحدة تنفع. absorb more ايه؟ more water and nutrient. Number 2, there are many kinds of stem on plants like mean في الفيانس. الفيانس ايه ده؟ الفيانس ده climb. And in potato وفي البوتيتو اسمه ايه؟ tuber. tuber stem. Number 3, plants roots نقط in plants roots نقط the plant in the soil. بتعمل ايه؟ برافو. in core يمس او fit. And absorb بتمتص النيوتريانت and water. هو كاتب هنا الووتر فاحنا نكتب له ايه المرة دي؟ النيوتريانت. Number 4, shrubs. Shrubs يعني الشجيرات الصغيرة. Have برضو نفس الشجيرات الكبيرة أو الشجرات الكبيرة اللي هو إيه؟ wood stem. While most flowers عندها upright.
Number five, the stem that are extend above the ground are called above arana. Number six, pine trees have not leaves, narrow leaves. Look like بيشبه ايه النيدل. نيدل يعني ايه نيدل؟ يعني إبرة. نيدل يعني إبرة. Number seven, plants leaves during photosynthesis process produce أثناء الفوتوسينثيس produce بتنتج إيه؟ starch وفات يبقى عندي sugar and proteins. Number eight, food materials that are produced by نقط process. أنا ما عنديش غير process واحدة اللي هي مين؟ photosynthesis process. From leaves to the other parts of the plants through tubes called بتسمى ايه التيوبز دي اللي بتنقلها فول. Number 9 chlorophyll. Number 9 the green color of plants leaves is due to presence of mean اللون الاخضر اللي في النبات انت مس لسه غلطانة فيها وقايلاها بسرعة اللي هي مين الكلوروفول. Absorb energy from مين بتمتص الانرجي منين من السانلايت. Give reason قلنا نكتب اللي احنا فاهمينه ما تتقيدش بإجابة معينة في give reason what happened اكتب اللي انت فاهمه. There is no life on earth in the absence يعني غياب if plant لو البلانت عندي مش موجود على الارض مفيش حياة. There is no life. ليه؟ علشان النبات بيديني حاجة. بيديني ايه؟ بيديني أكسجين جاز. بكتب له because plant produce or give أي كلمة من produce بينتج الأكسجين جاز. Number two, chlorophyll in plant leaves has an important role. عنده دور مهم في الفوتوسينثيسيس بروسيس. ليه؟ قلنا الكلوروفيل help البلانت to absorb مين؟ to absorb sunlight. Number three, the presence وجود hair light شعيرات صغيرة in plant root. ليه؟ قلنا to increase علشان تزود the amount of water and nutrient علشان تزود كمية المية وكمان الطعام مش الطعام اللي هتاكله nutrient المواد الغذائية اللي هتاخدها من الصويل. What happened number 7 what happened if the plant leaves don't contain chlorophyll ما عنديش chlorophyll ايه اللي هيحصل؟ The plant can't absorb the energy. Can't absorb يعني مش هيقدر يمتص الصلايت أو الانرجي. طب واحد تاني هيكتب plant can't make photosynthesis process. إجابة صح. بصوا كذا إجابة ممكن نكتبها. النبات مش يقدر يمتص الصلايت. النبات ما يقدرش يعمل photosynthesis process. النبات will die. النبات will not survive. ما يقدرش يعيش. كل الإجابات دي it's right. Number two, the plant doesn't have fruit. يبقى برضو the plant can't absorb the water and the nutrient. أو the plant can't make photosynthesis process. Number three, the plant stopped making photosynthesis process for several days. هو توقف عن عمل العملية أو البروسيس اللي بتديله الفود. البلانت هيحصل له إيه؟ برافو. It can't make its own food and will die. على طول. It will die. هو هيموت. Will not survive. مش هيعيش.
الإجابتين true. Number A. Look at the opposite figure is an answer. الفيجر دي الاكتيفيتي او التجربة اللي كانت عندنا. The color of leaves of celery well. B هتكون ايه؟ السيلري يعني الساق بتاع الكرفس. هيبقى ايه؟ هيبقى لونه red. ليه؟ انا حطيت red colored water. موجودة عندكم في الفيديو. Water is transported through من خلال مين؟ الزيلم. هيتنقل لفوق. المية هتتنقل لفوق يبقى عن طريق الزيلم. حاجة هتتنقل لتحت يبقى عن طريق الفرن. نمبر 9. Absorb the following diagram. Then choose the correct answer. عندي start البداية. Does it reproduce? No ولا yes. هنا بيقول لي ايه السؤال؟ Which of the following represent بيعبر عن a celery plant. لو انت عندك السيلري ده او نبات الكرفس. ايه اللي ممكن يكون اجابة صحيحة بالنسبة لك؟ تعالوا نشوف. في البداية start. Does it reproduce؟ هل انت تقدر تعمل له انتاج، اعادة انتاج؟ انا بقدر اخده وازرعه تاني، يبقى دي reproduce. لو كان اجابتك yes يبقى امشي مع السهل. اجابتي yes، انا اقدر اعمل له reproduce. طب does it move from a place to another؟ هل انت تقدر تعمل للسيلر بلانت او اي بلانت في الدنيا انك انت تنقله من مكان للتاني؟ لو كان yes خدته، لو كان نو امشي مع السهل. لا انت تقدر تنقله، لا ما اقدرش انقله، يبقى امشي مع نو. Does it make its food؟ هل هو يقدر يعمل اكله؟ لو يقدر يعمل اكله خد يس، لو ما يقدرش يعمل اكله خد فوق. لا طبعا هو يقدر يعمل اكله، فانا هاخد نمبر 3. هاخد نمبر ايه؟ 3. وبكده جريد 5 نكون خلصنا عندنا ليسون 4 بكل الاكسرسايز بتاعه. استنوني ان شاء الله في اكسرسايز في الليسون 5 وبعد كده الاكسرسايز بتاعه. دمتم في رعاية الله وحفظه.